حقيقي الفنان طول ما هو عايش بيتكرم، بيحس ان هو موجود وثابت وعلى الارض وجمهوره بيحبه، ودي بقول بونبونيه اللي بتفرح الفنان هو التكريم. ولما عندي مكان في البيت بحط فيه كل التكريمات والقدر، وكل يوم الصبح بقعد ابص له بحس ان انا عملت حاجه في حياتي، عملت مسيره حلوه بتكرم عليها لحد دلوقتي، عملت اعمال كلها الناس حبتها ونجحت مع الناس والجمهور. اي تكريم هو تكريم الجمهور، واي جايزه هي جايزه من الجمهور ومن المحبين. فبشكر اليونايتد نيشنز اوف ارتس على التكريم، ويا رب يعني دايما يبقى في تكريمات، لان هي بتبقى نوع كده من الفرحه للفنان، او انه يقول انا موجود وبكمل وانا ناجح والناس بتحبني، فده بيديله بوش اكتر ان هو يكمل. يعني هتغيري التايتل بقى على السوشيال ميديا تقولي دكتوره سميه خلاص؟ حلوه لايقه عليا دكتوره سميه. سميه، اكتر حاجه عجبتك في رمضان السنه دي، وخصوصا ان الناس قالت احنا رمضان ملوش طعم من غيرك؟ والله كان نفسي قوي لا بس السنه دي في رمضان، بس يعني ان شاء الله يمكن السنه الجايه. مش دايما ببقى موجوده، بس بحب اختار اعمال تسيب علامه مع الناس اكتر من اني ابقى بمثل وخلاص. حاجه بتجعفر العمده السنه دي، وخصوصا انك نجحتي قبل كده جدا مع محمد رمضان. طبعا محمد رمضان متالق، ومحمد سامي متالق، وكل مجموعه العمل كانوا راعينا، بقول لهم مبروك من خلالكم بجد، كانوا متالقين قوي قوي قوي، والناس كلها كانت قاعده بتستنى جعفر العمده، فده حاجه حلوه قوي قوي، يعني من زمان ما شفناش حاجه كده، فعملوا حاله غير عاديه في المشاهدات يعني. بس لو سمية بتختار دور كانت تبقي مين من زوجات جعفر العمدة؟ كنت ابقى مين؟ انتوا اللي تقولوا يعني كلهم انت لوحدك. انتوا ناس كتير قالت لي كده، بس هي كده طبعا عملته حلوه قوي كمان بصراحه، ايمان العاصي، وانا بحبها قوي قوي، وكانت فرصه حلوه ليها انها تتلون تبقى تغير جلدها كفنانه يعني كده. سمية، انت طلبتي ان اي حد دخل على جواز لازم يكشفه على الاحوال العمليه بسبب الحركات اللي بتحصل اليومين دول، شايف الموضوع ازاي خصوصا مزايد يعني بين ازواج، خناقات وضرب وقتل انا بس عايزه حد يصورني فيديو ممكن، وانتوا بتصوروني كده الجزء ده بس كده. يعني اتكي بس وانا بص يعني انا شويه ببقى في تويتاتي شويه لاذعه وشويه ببقى قاسيه، بس انا حياديه، انا ما بتحيزش لحد، انا يعني بتكلم في الحق وبتكلم في القواعد والتقاليد والعادات اللي اختفت، اللي بقينا مفتقدينها، المبادئ، التربيه، الاخلاق. نسبه الجريمه بقت عاليه، او فكره ان راجل يذبح مراته، ولا واحد يذبح خطيبته، ولا واحد يذبح عروسته تاني. ايه ده احنا في افلام رعب بقينا الناس اتحولت لفامبايرز، يعني ايه ده، في ايه؟ فيعني مش حلو ده، فلازم نبقى قاسيين شويه عشان ده ما يكررش. بس احنا شفنا حسن شاكوش بعد كام يوم طرد مراته برضه، فانت رايك في اللي بيحصل؟ ماليش دعوه. بدات تصوير مسلسل اسمه ارواح خفيه، ولكن صورت 4 ايام. لا احنا ارواح خفيه ان شاء الله مكملين، احنا بس كانت اللي بيعطلنا معانا واولاد صغيرين كتير كان عندهم امتحانات، بس احنا مكملين ان شاء الله. ومخرج ابرام نشا هتعمل شغل حلو قوي ومتالق جدا، فيعني ان شاء الله هتشوفوا حاجه جامده باذن الله مختلفه. تحب تردي على تصريحات عمر كمال؟ ايه السؤال اللي بعده؟ ايه امتحانات توجيه رساله لطلاب الثانويه؟ طبعا حبايبي طلاب الثانويه وكل الطلاب اللي بيدرسوا وعندهم امتحانات، بقول لهم ربنا معاكم، انا دايما داعمه ليكم، دايما في ظهركم، ودايما اسالوني وهجاوبكم وهساعدكم في الاسئله زي كل سنه ان شاء الله.